وقع لي مشكل في حياتي اللي ما عمرني غادي ننساه. التجربه اللي انا كنتخطاها دابا كندفع الثمن ديالها. كنت كنعيش في واحد الاسره اللي كلها حب وحنان بين الزوج ديالي ووليداتي. ما لقيت ما نصرف، ما لقيت ما نكذبش. شي 20 يوم باش بديت كنبيع الحشيش مخدرات. انا بغيت الفلوس وبغيت نعيش في الرفاهيه، ولكن خلصنا على هذا الشيء اللي درنا. كانوا الوثائق اللي عطا كلهم بسميتي انا، حيت الناس اللي في الاخر دار معاهم هذا المشكل كانوا كيعرفوني انا، ما كيعرفوش هو واحد. وانا انا بديك الثقه اللي كديرها فيه ما كنتش عارفه علاش كيقول لي ما كاين لا شي يجيو عندي. وندمت علاش انا اصلي، ندمت على حيت ولدت بنتي في الحبس. بقيت غادي تبلي ضربت ايديا، درت شحال من حاجه خايبه. خليت بنياتي مع جدها ومرا كبيره هي اللي شادهم دابا، وما تيجيو عندي ما والو. وتحرمت تحرمت منه، بخليت عام ديال الحبس، عام ونص ديال الحبس. بصراحه فاش دخلت السجن ما كنتش عارفه راسي حامل، ما كانش الدنيا ترجع للور، ما عاودش هادشي اللي وقع لي دابا. ما يغدرش بكم الزمان وما ما ديروا حتى شي حاجه. غدر بيا الزمان، لقيت راسي بوحدي، الحنين الرحيم ما كاينش على ما تحكي الراس، ما لقيت ما ندير.